سيداتي سادتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تسير على دار المقاول. اليوم غادي نتكلموا على المحور ديال لا جيستيون ديال لا ريلاسيون افيك لي تيير، كيفاش اونجير لا ريلاسيون ديالنا مع لي بارتنير ديال الشركة ديالنا. في الحلقة ديال اليوم غادي نطرقوا لبعض المفاهيم الأساسية اللي خصنا نعرفوا بها، من بعد غادي نطرقوا شنو هما لي دوكيومون ايشانجي مع لي تيير اي لي بارتنير ديال الشركة قبل ما نشوفوا l'importance de l'accord, la contractualisation, ou on va voir l'importance de les conditions les candidats faire le contrat avec les partenaires, notamment les délais de paiement. Nota l'oula, on va voir les généralités. Quels sont les partenaires ou les tiers qui travaillent avec eux, chérica? Chérica, dans la vie d'elle, qui travaillent avec quatre types de partenaires. Nota l'oula, les clients, les abonnés d'elle. النوع الثاني هما لي فورنيسور الممولين ديالها، والنوع الثالث هو ليطا لادمينستراسيون يعني الدولة ومديريات الضرائب اللي كتعامل معها الشركة، والنوع الرابع يقدروا يكونوا لي ديستريبيوتور ولا يقدروا يكونوا دي بريستاتير دو سيرفيس بحال لي زافوكا بحال لي كوميسير او كونط لي اوديتور الى اخره. لي بارتنير ديال الشركة المهمين هما لي كليون و لي فورنيسور. لي كليون هما الزبناء ديال الشركه اللي كيخليونا نبيعوا لي برودوي ديالنا وتيخليونا نحققوا رقم المعاملات وبالتالي نحققوا ان ريزولطا من لاكتيفيتي ديالنا. لا ريلاسيون مع هاد لي كليون بور لا جيري تتمر عبر عده مراحل. المرحله الاولى هي لا ريشيرش ديال لي كليون اي لا بروسبكسيون. هاد لي كليون في لا بروسبكسيون نقدروا يا اما نشوفوا في لي داتابيز لي ديجا كاينين ولا نقلبوا في لي كارني دو كونتاكت اللي عندنا وعند ليكيب كوميرسيال ديالنا. ملي كتفوت المرحله ديال لا بروسبكسيون كتجي المرحله ديال لا فيديليزاسيون. اون فوا كنخدموا مع ان كليون خاصنا اون دو لو فيديليزي باش يبقى يشري من عندنا المنتوج ديالنا وما يمشيش لعند منافس. المرحله الاخيره هي التعاقد مع هاد لو كليون. ملي كنبغيو نبيعو دي بيان او دي سيرفيس سور لو مارشي خاصنا نكون واضحين مع لي كليون ديالنا شنو هما لي كونديسيون لي غادي نبيعو فيهم لي برودوي وشنو هما لي كونديسيون لي غادي يخلصنا فيهم لو كليون. من جهه اخرى لي فورنيسور ديالنا تيلعبو دور اساسي حيت هما لي كيزودونا بلي مارشانديز ولي ماتيير بروميير باش نصايبو لي برودوي ديالنا، وفي بعض الحالات هما اللي كيعطيونا لي سيرفيس نيسيسير باش نطوروا الشركه ديالنا. لا ريلاسيون مع لي فورنيسور كتمر حتى هي عبر عده مراحل. المرحله الاولى هو لو شوا ديال لي فورنيسور. في لو شوا ديال لي فورنيسور كاين عده طرق، نقدروا اون في ابيل ا دي زابيل دوفر ولا نقدروا نطلبوا من لي فورنيسور يعطيونا دي زوفر دو بري وحنا غادي نختاروا لو فورنيسور المناسب للشركه ديالنا. من بعد ما كتسالي هاد لا بارتي ديال لو شوا ديال لو فورنيسور كتجي لا بارتي ديال لا كونتراكتواليزاسيون ديال لا ريلاسيون مع الفورنيسور. وفي هاد الحاله كان اون ديفيني شنو هما لي كونديسيون لي غادي نخدمو بهم مع الفورنيسور، شنو هما لي ديلي دو ريغلومون، شنو هما لي كونديسيون فينانسيير الى غير ذلك. ملي كتسالي لا بارتي ديال لا كونتراكتواليزاسيون كتجي لا بارتي ديال ليفالواسيون. في اخر سنه او في كل 3 اشهر او 6 اشهر خصنا نقيمو هاد لو فورنيسور ونشوفو شنو هما لي بلوس اي لي موان ديال الفورنيسور ونتسائلوا واش خاصنا نبدلوه والا بدلناه واش هادشي غادي ياثر على الانتاج ديالنا. اللي خصنا نعرفوا في لا جيستيون ديال لا ريلاسيون افيك لي كليون اي لي فورنيسور اننا ما خصناش نكونوا ديبوندون من ان سول كليون ومن ان سول فورنيسور باش لاكتيفيتي ديالنا ما توقفش على هاد لو كليون ولا هاد الفورنيسور. نهار ما نبقاوش نخدموا معاه غادي توقف الشركه ديالنا. إذن هادو هما لي بارتنير ديال الشركة، أسافواغ لي كليون، لي فورنيسور، ليتا، إي لي زوطخ بريستاتير، إي أوسي لي كونكورون. لا غولاسيون ديالهم خاصها تكون مقنة، أون كا دو ليتيج خاص يكون عندنا دي دوكيمون جوريديك لي يخليونا ندافعو بهم على حقنا دوفون لي تخيبينو. هادشي علاش غادي نشوفو في النقطة الثانية، شنو هما لي دوكيمون إيشانجي باغ لونتربريز مع لي بارتنير ديالها. اول دوكيومون اللي كنخدموا به مع لي بارتنير ديالنا هو لو ديفي. لو ديفي
اللي هو اون اوفر دو بري اللي كديرها الشركه باش لو كليون يقرر واش يقتني المنتوج او لو سيرفيس ديالنا ولا لا. هذا لو دوفي il n'a pas une forme juridique spéciale, ما عندوش شروط قانونيه, ولكن تيكون فيه لا ديزينياسيون ديال لو برودوي, شنو هو هذا المنتوج, تيكون فيه لا كونتيتي و تيكون فيه لو بري افيك لا ريميز ايفونتويل. في بعض الحالات, في بعض الزبناء اللي كيلتاجئوا لو فينانسمون مع الابناك كيحتاجوا او دولا دو دوفي اون فاكتور بروفورما. لا فاكتور بروفورما ماشي بحال لا فاكتور نورمال اللي غادي نشوفو من بعد. لا فاكتور بروفورما سي اون فاكتور اللي ما كتكونش مسجله في لو غران ليفر ديال الشركه ديالنا, ولكن اللي كنعطيوها للزبون ديالنا باش يقدمها لا بانك باش يحصل على لو مويان دو فينانسمون. على سبيل المثال, ملي كنبغيو اون فينانس اون اكيزيسيون ديال اون فواتور, كناخذو اون فاكتور بروفورما اي سور لا باز دو لاكيل لا بانك كتعطينا لوتوريزاسيون. دونك لا فاكتور بروفورما هي بحال اون فاكتور نورمال, غير ما تيكونش فيها لي مونسيون جوريديك اللي خاصهم يكونوا في اون فاكتور. من بعد ما كنتفاهموا مع لو كليون ديالنا اي تيتفاهموا على لو بري وعلى لا ديزينياسيون ديال لو برودوي وكذلك على لا كونتيتي, une fois en livre, كاين ما يسمى le bon de livraison. Le bon de livraison, على خلاف la facture, فيه غير les quantités. Le bon de livraison, كيدل على أننا سلمنا المنتوج ديالنا le client ديالنا. تيكون فيه la désignation ديال le produit, la quantité et la date de livraison, avec référence au bon de commande. Le bon de commande, اللي هو تيكون تيمثل لا كوموند ديال لو كليون ديالنا. ملي كيقرر انه يشتري من عندنا المنتوج ولا لو سيرفيس, كيدير ان بون دو كوموند. لو بون دو كوموند خاصو يكون داتي, خاصو يكون فيه لا ديزينياسيون ديال لو برودوي, خاصو يكون فيه لا كونتيتي اي لو بري كونفونو سولون لو دوفي ولا لا فاكتور بروفورما كيف شفنا. لو بون دو كوموند خاصو يكون ضروري سيني اي كاشتي. علاش؟ اون كا دو ليتيج مع الشركه ديالنا, الزبون يقدر يلجأ لي تريبونو ويقول انه إنا جامي كوموندي هذا البرودوي. ملي تيكون عندنا ان بون دو كوموند سيني وكاشتي افيك لو بابي اون تيت ديال الزبون, اون كا دو ليتيج تنمشيو لو تريبونال وكنقدمو هذا لو بون دو كوموند بور بروفي كو لو كليون ا بيان كوموندي من عندنا لو برودوي ديالنا. ملي كتسالي لا فاز ديال لا كوموند اي ديال لا ليفريزون, كتجي لا فاكتوراسيون. La facturation, il y a une facture qui a le montant total des achats ou qui a des informations le bon de commande ou le bon de livraison. Les khasna nchirouli fait nourta, on a la facture. Khasna tkoun moulaïma, ma le bon de commande ou le bon de livraison, bhait elle reprend les quantités les kénif le bon de commande, les quantités les kénif le bon de livraison, les khasna tkounou. متطابقين, كذلك لو بري اللي كاين في البوند كوموند اللي تفاهمنا فيه مع لو كليون ديالنا. هاد لا فاكتور بخلاف لي دوفي ولا لي فاكتور بروفورما عندها دي مونسيون ليغال اللي خاصهم يكونوا فيها. هاد لي مونسيون ليغال elles sont définies par le code général des impôts. لا فاكتور كيف ما قلنا خاص يكون فيها ان انسامبل دو مونسيون جوريديك اوبليغاتوار, اللي هما لو نيميرو ديال لا باتونت كما شفنا في الحلقات السابقه, لونتربريز ملي الي كريي تناخذو ان نيميرو ديال لا تاكس بروفيسيونيل او لا باتونت. خاص يكون فيها ليدونتيفيون فيسكال, واللي خصنا نشيرو ليه انه ابارتيغ دو جوان 2016 كاين ان ايدونتيفيون كومان دي زونتربريز اللي خصو يكون ضروري في لي فاكتور. خاص يكون فيه لي كوردوني جوريديك ديال لونتربريز, اصافوار لو نون ديالها كيف ما مكتوب في لي ستاتو, خاص يكون فيها لادريس ديال لو سياج سوسيال, كذلك لي كوردوني. وهاد لا فاكتور ال دو ديتاي المبلغ اور تاكس من دور لا تي في ا, وكذلك المبلغ ديال لا تي في ا ضريبه على القيمه المضافه, والمجموع اللي هو المبلغ تو تاكس كومبريز, المبلغ اللي تجمع ما بين اور تاكس والضريبه على القيمه المضافه. اون فوا on émet la facture ou شفنا ان هناك خطا في لا فاكتوراسيون ولا بغينا نديرو اون ريميز سوبليمونتير, نقدروا نديرو سكون ابل لا فاكتور دافوار. فاكتور دافوار مهمه
حيت اون فوا اون ايمي اون فاكتور في السيستيم ديالنا ما عندناش الحق نلغيوها وما عندناش الحق اون لونجيستر با في لا كونطابيلتي ديالنا. اذا بوغ انولي اون فاكتور اون اي اوبليجي نمروا شنو كنسميو اون فاكتور دافوار. لا فاكتور دافوار سي بحال اون فاكتور نورمال غير انها كتكون بلو سين موان. الا كانت لا فاكتور لو كليون اللي خصو يخلصنا لا فاكتور دافوار كتكون بلو سين موان صافي دير كو حنا اون رونونس هذاك لا كريونس ديالنا انفير لو كليون بور اون ريغولاريزاسيون مثلا اللي خصنا نشيرو ليه. انا في لو كا ديال لي بريستاسيون دو سيرفيس يقدر ما يكونش عندنا لي مون دو ليفريزون وما يقدرش يكون عندنا كذلك دي دوفي اللي تيكونوا في لي بريستاسيون دو سيرفيس سي دي كونطرا وهاد لي كونطرا تيشملوا جميع لي كونديسيون اللي تفهموا بيناتهم الشركه او لو كليون ديالها او الشركه او الزبون ديالها. اذا شنو هي الاهميه ديال لا كونتراكتواليزاسيون؟ علاش خاصنا يكون عندنا هاد لي دوكيومون جوريديك فورماليزي؟ اولا سي اون غارونتي بور لو كليون. لو كليون ملي كيدير اون كوموند و تيعطي اون افونس مثلا تيكون متاكد انه ضمن لا كوموند ديالو وان الشركه ما غاديش ترجع في الراي ديالها. وهذا الشيء كيوقع لوسكون اشيت سون بون كوموند تقدر لا سوسيتي ال نيكزيست بلو وتقدر ال ديسباري اي اون كادو ليتيس ما نقدروش ندافعوا على الحقوق ديالنا ديفون لو تريبونال حيت ما عندناش دي دوكيومون جوريديك فورميل اللي كيضمنوا الحقوق ديالنا. ثانيا سي اون غارونتي بور لو فورنيسور نقدروا نكونوا ديفون ان كليون دو موفيس فوا اللي كوموندا من عندنا دي زارتيكل وما بغاش يخلصهم. في هذه الحاله لو فورنيسور يقدر يلجا للقضاء و يبريزونتي لو دوسي ديالو افيك لي بون دو كوموند لي بون ديفريزون اللي كيبينوا انه الى ليفري لو برودوي لو كليون كذلك سي ان كونطرا و لو جوج غادي امر لو كليون بانه يخلص هذيك لا كوموند. C'est pour ça que les documents juridiques ils doivent être signés et cachetés, notamment le bon de livraison qui doit être signé par la personne qui a reçu la commande. Ahmietelsa diel la contractualisation, il y a la force envers les tiers. L'ikhna na'rfo, c'est un principe juridique, li huwa l'aqd, huwa l'qanoun ma bayn l'muta'aqidin. Mni sandiro un contrat entre client et fournisseur. تيولي هذاك هو القانون اللي كيجيرو به لا غولاسيون بيناتهم. جميع لي كونديسيون دو بايمون دو ليفريزون ou لا دو رونونس تيكونوا في لو كونطرا و لو كليون اي لي فورنيسور ا بارتير دو مومون و ايزون سيني هذاك لو كونطرا واجب عليهم يلتزموا به و يطبقوه. اذا شفنا شنو هما لي دوكيومون جوريديك اللي كتستعملهم لونتربريز جينيرالمون في لا غولاسيون ديالها مع لي بارتنير وشفنا شنو هي الاهميه ديال لا كونتراكتواليزاسيون. الان غادي نطرقوا نقطه مهمه هي لي ديلي دو بايمون. علاش غادي نطرقوا ليها؟ لان لي ديلي دو بايمون هو لو سوسي برينسيبال ديال لي زونتربريز في ماروك. شنو هو الهدف من هاد لي كلوز ديال لي ديلي دو بايمون؟ هو انهم يضمنوا لنا اون ريكوبير نوتر ارجون في الوقت المناسب. اللي خصنا نعرفوا ان في المغرب كاين قانون كينظم لي ديلي دو بايمون ما بين الشركات. لو ديلي دو بايمون ما خصوش يكون يل ديباس 90 جور 90 يوم من لا دات دو ليفريزون ديال لي مارشانديز اي ديال لي بيان او بيان ديال لي سيرفيس اللي كتعطيهم الشركه ديالنا. الا كان هاد لو ديلي كونتراكتويل يقدر يكون 60 جور يعني 60 يوم من لا دات ديميسيون ديال لا فاكتور ولا لا دات دو ليفريزون حتى لا دات دو بايمون. شنو كيوقع سي اون ريسبكت با هاد لو ديلي؟ الا ما احترمناش الاجال ديال الاداء اللي ما بين الشركه و لي كليون ديالها ولا ما بين الشركه اي لي فونيسور ديالها خصنا نعرفوا ان القانون اللي كينظم لي ديلي دو بايمون كيعطينا الفرصه اننا اون فاكتور دي بيناليتي دو روتار. هاد لي بيناليتي هما ان تو اللي كان ابليكيوه على لو مونطون اللي خصو يخلصو لنا لو كليون ديالنا ولا لو فورنيسور اللي كي ابليكيه علينا. هاد لو تو اي ديتيرميني بار بنك المغرب وكنزيدو عليه اون مارج اي لي او زانونتور دو 9.5 10% من لو مونطون ديال لا فاكتور. اذا اللي خصنا نعرفو انه الا ما خلصناش اون فاكتور ا طون نقدروا نخلصوا دي بيناليتي اللي كيوصلوا حتى ل 10% اون فونكسيون
ديال لو نومبر دو جوغ اللي تعطلنا فيه. كذلك لي كليون ديالنا الا ما خلصوش حنا عندنا الحق اننا اون ابليك هاد لي بيناليتي دو روتار ديالها. الهدف من هذا القانون وهاد لي بيناليتي دو روتار هو انه ما يبقاش لو ديلي دو بايمون كبير بزاف بحيث كيأثر على بعض الشركات خاصة لي تي بي او اللي ما عندهمش وسائل باش يفينانسيو ليكسبلوطاسيون ديالها. في خلاصة شفنا ان الشركة في الحياة ديالها كتعامل مع عدد من لي بارتنير اللي هما لي كليون لي فورنيسور لي ادمنستراسيون سواء لادمنستراسيون فيسكال لادمنستراسيون دي دوان ولا لوفيس ديشانج الى غير ذلك. كتعامل مع لي بانك وكتعامل كذلك افيك دوطغ بارتنير. هاد لي غولاسيون ديال الشركة ضروري يكونوا كونتراكتواليزي، لابد يكون عقود في كاع اللي كنديرو مع لي بارتنير ديالنا. خاص يكون عقود مع الزبناء pour déterminer شنو هما لي كونديسيون دو ليفريزون دو بايمون. خاصهم يكونوا عقود مع لي فورنيسور pour déterminer كذلك شنو هما لي كونديسيون دو ليفريزون دو بايمون دو كاليتي et de négociation ديال لي بري. وخصهم يكونوا كذلك عقود مع الابناك باش نقدروا اون اوفر دي كونط عندهم او اون ديبوز لي مونطون ديال لا تريزوري ديالنا في لا بانك. وكذلك اللي خصنا نعرفوا ان لا كونتراكتواليزاسيون تعاقد ما بين الشركه اي لي بارتنير ديالها مهمه جدا، بحيث هي اللي كتعطي لا فالور جوريديك لي دوكيومون لي ال بو بريزونتي اون كا دو ليتيج ديفون لو تريبونال. شفنا كذلك شنو هما اهم لي دوكيومون اللي كتعامل بهم الشركه في الحياه ديالها، وهضرنا على لو دوفي ولا فاكتور بروفورما اللي هما سي اون اوفر دو بري اللي كيخليو لو كليون يتخذ القرار ديالو. هضرنا على لو بون دو كوموند اي لو بون دو ليفريزون، البون دو كوموند اللي تيكون فيه لي كونديسيون فينانسيير اي لو بون دو ليفريزون كي اتيست لا ليفريزون ديال لا مارشانديز ديالنا. وهضرنا على لا فاكتور اي لا فاكتور دافوار. وقلنا كذلك ان في لي كا ديال لي بريستاسيون دو سيرفيس يقدر ما يكونش عندنا ان بون دو كوموند و ان بون دو ليفريزون، يقدر يكون عندنا ان كونطرا افيك ان ليفراب اللي هو اي في فوا دو بون دو ليفريزون. وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا، كنتمناو نكونو قربناكم من لي نوسيون ديال لا غولاسيون افيك لي تيغ. الا كان عندكم تساؤلات تقدروا تطرحوهم على لو سيت ديال دار المقاول، كما يمكن لكم تجاوبوا على الكويز الخاص بالحلقه. تنضربوا لكم موعد في الحلقه القادمه، والى اللقاء.